عندك رغيف عيش وبيضه وطماطمايه يلا بينا نعمل وصفه أقسم بالله لذيذه جدا 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 بصراحه وصفه بمليون جنيه سهله جدا وبسيطه ويلا بينا نبدأ على بركه الله الفيديو أتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو لأن اللايك هو اللي بيساعدنا نستمر اول حاجة هنعملها هنجيب طبق فاضي ونبدأ نفضي فيه البيضة اللي احنا هنستخدمها في وصفة النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تصلوا على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل ما هو جديد ووصفة حلوة ناجحه جميلة موفرة اقتصادية ولذيذة جداً اول حاجة زي ما حضراتكم شايفين هنحتاج نص معلقة صغيرة من الملح وبعد كده نحتاج ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبعد كده نحتاج معلقة صغيرة من البصل البودر ونصف معلقة صغيرة من الثوم البودر لو سمحتم يا جماعة لو في اي نوع بهارات مش موجود عندكم مش مهم خالص استثنوه يعني كملوا الوصفة عادي ونحتاج نصف معلقة صغيرة من البابريكا ونصف معلقة صغيرة من بهارات الفراخ يعني لو ما عندكوش طماطم مفيش مشكلة اهم حاجة الرغيف والبيضة وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة من بهارات الحواشي او خلطة الحواوشي ولو مش موجودة عندكم برضو مفيش مشكلة هنحتاج معلقة صغيرة منها عايز اقول لحضراتكم يا جماعه الناس اللي بتعمل لايك بتفرحنا جدا لان هما اللي بيساعدونا ان احنا نستمر ونكون عندنا حافز دايما ان احنا نكمل فيديوهاتنا لان طبعا اليوتيوب دايما بينشر الفيديوهات اللي المستخدمين بيكونوا مبسوطين بيها وحضراتكم لو شايفين الوصفة لذيذة وجميلة والقناة كويسة ياريت تساعدونا بإن حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل تقديرا لمجهودنا زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بالشوكة هندمج المكونات بتاعة البيض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده عندنا فلفلية حارة عندنا فلفل رومي اخضر احمر اي حاجة عندنا قطع عندنا طماطميه برضو نفس الكلام هنقطعها صغير زي ما حضراتكم شايفين طب مفيش في الفلفل ولا في طماطم ما فيش مشكله اهم حاجه يا جماعه عايز اقول لكم يعني وصفه سهله وجميله جدا وتقدروا تعملوها في اي بيت ومكونات موجوده في اي بيت واي مكان بعد كده هنحط رشه صغيره من الزعتر وهنحط رشه صغيره من الريحان الناشف او المجفف طبعا الطماطم والفلفل او اي خضار اما بنحط عليه الزعتر و الريحان بيدي ريحه حلوه وطعم جميل جدا 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 فوق ما حضراتكم تتخيلوا وبعد كده هنبدأ ننزل المحتويات بتاعت الطماطم والفلفل علي البيض بتاعنا بالبهارات بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل ده بعد كده عندنا جبنة شيدر مبشورة او جبنة موتزاريلا انا حاطط شوية صغيرين ونحتاج اتنين مثلث جبنة نستو لو حضراتكم مش حابين مفيش مشكلة لكن الجبن طبعا بتدي طعم حلو جدا 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 وبعد كده قطعة من الجبنة الاسطنبولي هي نوع اسمه غازي يعني انا بحبه جدا هنبدأ ان احنا نفركها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل دوت وبعد كده هنحتاج بالظبط رشة صغيرة من حبة البركة أو الحبة السودة وزي ما قلت لحضراتكم دي شوية تكات أنا بحب أعملها في وصفاتي بتدي طعم جميل جدا وريحة حلوة جدا لو أنتوا مش حابين تضيفوها أو مش عندكم المكونات دي ما فيش مشكلة استثنوا أي مكون مش موجود بعد كده هنحتاج زيتون مخلي وبعد كده هنحطه على البيض وهنحتاج معلقة متوسطة أو كبيرة من الزيت سواء زيت زيتون أو أي نوع زيت مفيش مشكلة عشان يسهل إن إحنا نقدر ندمج مكونات الجبنة مع بعض طبعا الجبنة النستو والشيدر والجبنة البراميلي أو الاسطنبولي أي نوع جبنة عندنا حابين نحطه ضيفوه يا جماعة مفيش مشكلة وبعد كده هنضيفه على البيض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده شكل جميل ولو عندنا جزرايا حابين ان احنا نبشرها برضو لو حابين يكون في تسكيرة كده طعم مسكر مفيش مشكلة لكن بصراحة انا مش حابب اضيف الجزر بعد كده هنجيب الرغيف العيش بتاعنا هنفتحه بالظبط نص في فتحة زي ما حضراتكم شايفين كده وهنبدأ نفضي محتويات اللي احنا عملناها في الرغيف بالشكل ده طبعا يا جماعه كل اللي حضراتكم شايفينه دي حاجه بسيطه جدا لكن اهم حاجه التسويه لان التسويه هي اللي بتنجح الوصفه وبتدي طعم جميل جدا ، هنجيب طاسه يا جماعه تستحسن انها تكون اكبر من رغيف العيش عشان نقدر نقلب الرغيف كويس وهنحتاج مكعب من الزبده لو عندكم سمنه او زيت مفيش مشكله وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين قبل ما تسيح المكعب هنبدأ بالفرشه كده هندهن وش الرغيف بتاعنا بالزبده الجميله وبعد كده اول ما تبدأ انها تسخن خالص وتسيح هنبدا نحط الرغيف بتاعنا الاول كده على ظهره ياخد الصدمه لمده 3 دقايق الى خمس دقايق على نار متوسطه ويستحسن ان احنا نغطي من فوق علشان المكونات تستوي من فوق ومن تحت يا جماعة الريحة حلوة جدا الطعم جميل جدا يا جماعة وصفة بجد بمليون جنيه أول ما نحس إن الرغيف بدأ إن هو ينشف معانا شوية هنقلبه عن الناحية التانية يا خبر أبيض على الجمال إيه الجمال والحلاوة دي لا يا جماعة شيكو بيعمل عظمة فعلا احنا النهاردة بنعمل عظمة وصفة جميلة سهلة بسيطة موفرة اقتصادية لذيذة وكل الناس هتحبها ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدأ نضغط وبعد كده بعد ما خلصنا يحتاج برضو دقيقتين لثلاث دقايق اما نقلب الرغيف وبعد كده هنبدا ان احنا نقلبه يا خبر ابيض يا جماعه الكاميرا ظلمة الشكل الحقيقي بصراحه حلو جدا 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 يلا بقى يا جماعه اقول لكم على كذا تريكه كده هتخلي طعم الرغيف ده عظمه شايفين طبعا سخن جدا مش عارف افتح الرغيف لكن اعتقد انتوا شايفين اللي جوه عامل ايه واللي بره عامل ايه هنبدا نقطع بقى الرغيف بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين اربعه تربع بالشكل ده واد. وفي حاجه لكم هتضفوها في اخر الفيديو بصراحه جميله جدا جدا وهتخلي طعم الرغيف بتاعنا ده عظمه العظمه بس قبل ما اقول لكم يا جماعة ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وما تنسوش تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما خد قطمة كده الله ايه الجمال والحلاوه دي طبعا يا جماعه نقدر ان احنا نضيف كاتشب نقدر نضيف مايونيز نقدر نضيف مستردة اي حاجه عندنا نقدر نضيفها ما تنسوش اللايك وصلوا على النبي والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل اشوفكم على خير كان معكم اشرف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبالهنا والشفاء باي باي